كنا بنتكلم وبندردش في حته يعني محاوله يعني التشكيك في قدرات قطر على تنظيم البطوله. لا قطر ضيقه، قطر صغيره، الناس هتقعد فين وبتاع كل حاجه. انت رحت وخدت التجربه بنفسك، وعايزك تنقل لي الاول تجربتك في الدوحه خلال كاس العالم. بص الصراحه بالنسبه لي كانت اكسبيرينس او كانت الرحله نفسها، انا اتفاجئت طبعا. انت بتضطر تبقى متاثر طبعا بكل حاجه موجوده في السوشيال ميديا، انت بتخش تبص على الاخبار، بتخش تبص على كل نيوز، كل حاجه برضو ماشيه في سكه ان البطوله مش بطوله ناجحه. 32 منتخب في نفس البلد كلهم بيتنافسوا مع بعض، طبعا جماهير كتير مع بعض، فكل الكلام ده كان ناقل صوره مش حقيقيه. من اول لما وصلت المطار هناك لغايه ان انا كان عندي مشكله في الهاي كارد اللي هي الدعوه بتاعه الدخول او الفيزا بتاعه دخول قطر، كل حاجه ميدو من المطار بتتحل في 10 ثواني. الاي جيتس انت بتخش بتحط باسبورك المصري على الـ على الـ على الـ البوابات الالكترونيه بتاعه دخول البلد، بتخش في اقل من 10 ثواني بالرغم ان المشكله اتحلت في كاونتر على الشمال والبوابات على اليمين. بتوصل بتلاقي شركات الاتصال بتديك تليفون ببلاش، سيم كارد ب5G، توفير يعني كل الحاجات اللي انت عايزها، كوميونيكيشن، ماركتنج، معامله، الناس سريعه، كاستمر سيرفيس. وبعدين دخلت بصيت برضو كان في محاوله تشكيك برضو في الريتس بتاعت الفنادق والبتاع. دخلت بصيت يعني لما اكون في وسط كاس العالم واوضه كويسه ب $450 يعني يعتبر الافريج كويس، يعني يعتبر بالنسبه كده. يعني في انا بقول لك مثلا ايه، في البرازيل كانت انا كنت في البرازيل، البرازيل كانت اعلى من كده بكتير. محدش في الاعلام الغربي جاب سيره ان الريتس عاليه وانتوا حرام عليكم خالص. فتعالى عبدون هرجع لك تاني تجربتك، ولكن عايز استعرض مع الساده المشاهدين وافكرهم الكلام عشان نفتكر كويس ونعرف مين معانا ومين علينا. ما ننساش احنا عايزين نتعايش مع الجميع. لكن النهارده كاس العالم فضح بعض يعني المنصات الاعلاميه الدوليه الكبرى، خلي بالك، وتوجهاتها ضد العرب، وتوجهاتها ومحاوله اقناع الشعوب الاوروبيه بان العرب همج وانه بالتقليل من شاننا. لذلك انا كنت سعيد جدا وفخور بكل لحظه في كاس العالم، على مستوى التنظيم وعلى مستوى حفل الافتتاح، حفل الختام، البساطه، ارسال رسائل والتمسك بثقافتنا. ومره تانية حط مليون خط تحت التمسك بثقافتنا تحت ضغوط كبيره جدا، خلي بالكم. تمسك ايه ده احنا بنشيب بمدرب بيتمسك بطريقه لعبه تحت ضغوط، فما بالك لما دول ودوله تتمسك بعقائدها وتتمسك بأفكارها أمام ضغوط من العالم كله على أعلى المستويات، المستوى السياسي والمستوى وإقحام السياسة في الرياضة. هنتكلم. انا هديك مثال، معلش يا ميدو اسف قطعتك، بس انت كنت بتتكلم في الانترو على قصه المثليين. على فكره دي كانت ممنوعه في روسيا في 2018، وعمرنا ما شفنا اي حاجه من الاعلام بالظبط من الاعلام الغربي. فقصدي ان هو برضو انت الاجواء، انا قبل وانا بحضر للحلقه دخلت عشان احاول اشوف كان في كام واحد كان بيشتغل في قطر من الفولنتيرز. كل الاخبار اللي طلعت في كم واحد مات في قطر، في كم واحد من الدول الاسيويه مات في، يعني حتى التوب سيرش اللي بيطلع على 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 كل على كل البورتلز كلها طالعه في نفس الاتجاه اللي انت بتقوله. من وكالات اخبار كبيره جدا عالميه زي بي بي سي وناس يعني ناس كتير جدا. فطبعا زي ما احنا شايفين برضو على الشاشه الهجوم كان شرس جدا من ديلي ميل نعم ديلي ميل من ديلي ميل، بس بيتكلموا على 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 بي بي سي. بس قصدي ان الاخبار كلها كانت طالعه في اتجاه واحد. يعني انت انا بدور على كم واحد بيشتغل، مش بدور، انا عايز اعرف كان في كم واحد شغال في ورا الحدث العظيم ده. ما قدرتش اوصل الخبر. تخيلوا يا جماعه لاول مره في تاريخ البطوله البي بي سي، انتوا عارفين دايما البي بي سي هم ايه، البي بي سي هم يعني ايه اصحاب اللعبه في انجلترا، يعني في يعني ناس بقى لهم تاريخ كبير جدا طبعا في بريطانيا. النهارده البي بي سي النهارده تخيلوا لاول مره في تاريخهم ما ينقلوش حفل افتتاح كاس العالم، دخلوا على الماتش على طول، يعني ما جابوش حفل الافتتاح لاول مره في التاريخ. عايزين وبيوجهوا الناس ان هم قاطع ما تروحش،
لو رحت خلي بالك مش هتعرف تشرب خمره، انت لو شربت خمره مش هتعرف تشرب خمره هتستمتع ازاي. لكن النهارده شفنا الاعلام الانجليزي بيشيد ان لاول مره في تاريخ انجلترا ان يرجعوا لهم كل المشجعين سلام سلام، مفيش حد اعتقل، مفيش حد اتحبس، مفيش حد اترحل، مفيش حاجه. فالنهارده ابتدوا الانجليزي يقول لك ايه، طب ما نحاول نعمل كده احنا كمان عندنا في ملاعبنا. في اخر بطوله اوروبا الانجليز الناس اتخانقوا وضربوا الناس وناس اتمسكت بمخدرات جوه الملعب وقصه يعني بتاع. النهارده خد من المثل القطري والنموذج القطري في ان هو ازاي جاب لك المشجعين بتوعك يشجعوا وروحوا روحوا لك سلام من غير اي خناقات ولا. كنا شايف دايما بنشوف الهوليجانز ومنع الهوليجانز، قطر ما منعتش حد، تعالى بس مش تشرب، مش هتشرب حوالين في الملعب. عايز تشرب يا عم في بيتك واشرب في مكان انت قاعد فيه دي قصتك، انما الملعب وحوالين الملعب مش هتشرب. فالناس بقت فايقه، مفيش حد بيخرج عن النص والدنيا كلها كويسه جدا. وكان انفنتينو صح، كان انفنتينو حتى هو لسه جديد على انستغرام، لسه عامل اكونت في خلال كاس العالم، فبقى له اليومين اللي فاتوا بيطلع فيديوهات كتير. فحتى كان هو كان اتكلم على الموضوع ده واتكلم ان هو جزء من الكراود مانجمنت او والسيفتي والسكيورتي، او ان هم يقدروا يديروا الكراودز اللي هي ميدو. انفنتينو كان بيقول ان هو عامه وهم بيخططوا لاي كاس عالم بيحاولوا ما يحطوش جماهير بلدين فيهم منافسة صراع يعني منافسه بس منافسه شرسه يعني زي الدول الاوروبيه كتير في نفس المدينه. فهو قبل البطوله كانوا يعني كان عندهم تحفظات كتير ازاي ال 32 بلد هيبقوا في مدينه صغيره تعدادها لا يتعدى 3 مليون. فطبعا 3 مليون فمعناها ان اصلا هنسيطر على الجماهير اللي جايه دي ازاي. فبالتالي دي كانت حاجه من الحاجات الكويسه جدا اتعملت ومن اسبابها اللي انت لسه. طب